طبعا نبارك للمرة الثانية الفوز إلى الفنان الكبير محمد هاشم. العام فاز بطيبة والآن ببنات صالح اللي بتشان دمرتنا دمرت الجمهور. شكرا جزيلا. حياك الله والف مبروك استاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا لتغطيتكم. أنا سعيد الحقيقة بهذه الجائزة وسعيد بالمهرجان، ولو أي يعني حتى لو ما كانت عندي أي جائزة أنا أحضر، أنا داعم لهذا المهرجان وأشجع هكذا يعني أنشطة فنية ثقافية. وفرحان جدا بنات صالح. بنات صالح يعني سلاح ذو حدين صح ولا لا؟ نعم. الناس حبته جدا يعني يطالبك بالجديد استاذ محمد لازم إن شاء الله. اكيد ان شاء الله اذا احضره مسؤوليه كبيره طبعا المسلسل والنجاح اللي حققه، وان شاء الله نقدم شيء اخر مهم.